الآن هناك تظاهرات في العراق، هناك مطالبات بالإصلاح، هناك مطالبات بمحاسبة المفسدين. أنت تؤيد هذا الموضوع أم تختلف معه؟ لا بالتأكيد الكل يعني يؤيد انه محاسبة المفسدين، ماكو واحد يختلف على هالموضوع، واحنا بنأيد كذلك المظاهرات السلمية والتظاهرات، ونأيد أي حقوق خدمية أو ثانية للعراقيين بشكل عام، هذا الشيء ما ممكن يعني نختلف به، لكن أكو لازم تكون المطالبات ضمن الدستورية ومعقولة. الآن التظاهرات مطالباتها ضمن الدستور؟ لا كل معقولة؟ مطالبات أو كل شيء يحتاج لتشريع، ما ممكن أنت بيوم وليلة تكون تلبي كل حاجات المتظاهرين، قيل فلان طلع فلان غير فلان قانون، هاي يعني هم لهم حقوق صحيحة، لهم طلبات صحيحة، أكو نقص خدمات صحيحة. نتحدثنا قبل يعني عن موسم المطر اللي صار، تعرف انت صارت فيضانات نعم. ببغداد، هاي تحملها السنة منو؟ جاينا مطر، هاي من يتحملها؟ أمانة بغداد بشكل واضح وبشكل صريح. المفروض أكو إجراءات تتخذ سريعة بهالمجال، أما على الأمينة أو على الأمانة أو تغيير أو تغيير بالهرم الإداري للأمانة، هاي هذا حق طبيعي أو غيرها من الأمور تصير. المفروض هذا المواطن يريد خدمات، يعني المواطن ينزح من بيته أو يهاجر بسبب الفيضان المطر، هذا شيء يعني مو شيء صحيح. المفروض الأمانة تتخذ إجراءات أقوى من هالموضوع وتتخذ تدابير أقوى من هالموضوع للحماية الناس وحماية. طيب هذه هاي في بغداد داشي لك. نعم طبعا من المحافظات الباقية، يعني العمارة ممكن محافظة، لكن كل المحافظات بصرة المحافظات الجنوبية اليوم وضعها مأساوي، يعني خصوصا المحافظات ديك الشمالية والغربية تشهد معارك وكذا، ضعف الخدمات أو قصر المحافظات تجيها سيول من مثلا الكويت، تجيها سيول من مكانات ثانية بسبب أعلى، مثل إيران أعلى منها بعض المناطق تجي سيول. نعم أكو أمور